ناس الشباب يرجع فيهم الزمن تدرس طب. مستر احمد لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ يا سلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بدرس دواجن احسن لي. افتح صالون بعد بالبيت. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ طبعا وفي مؤتة وغير مؤتة ما بدرس. طب ليش؟ مع اول دفعة احمد محدين. احمد محدين كيفك؟ لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ طب؟ من كل عائلة بتحكي؟ اوكي. لا بفتح قهوة ومحل بلاي ستيشن. رجع فيك الزمن تدرس طب؟ طبعا ما بدرس غيره. طب ليش يعني الطب؟ الاشي الوحيد اللي بشوف حالي فيه. بدرس طب وبمؤتة كمان. بدرس طب. ليش؟ لانه ما بتخيل حالي غير دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ لا. ليش؟ لا لا بفتح محل يعني معهد باليه مثلا صالون بس مش طب صراحة. اوكي لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ بساعد هانا في الصالون انا مبدئيا. لو رجع فيك الزمن لا بدرس طب، او اذا قاعد جنبي عبادة بدرس طب. ليش؟ مشان بابا وماما. يعني ان شاء الله يعني اذا جبت كمان مرة 97 من التوجيه يعني. اكيد ان شاء الله. اكيد يكون. لا لا ما بدرس المرة، بروح ممثل. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ لا اعوذ بالله. لو حتى بهارفرد؟ لا هيك بفكر الموضوع. لا شايف مهبل يا زلمه. انا بدرس طب باي مكان بس مش بالكرك يعني. اكيد لا. ترجع لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ لا. اكيد راح ارجع ادرس واشوف هالشباب الطيبين. طبعا لا بس ما راح افتح صالون لانه كل بنات راح يفتحوا صالونات. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ لا لا بدرس طب اسنان. لا اي سؤال رجع فيك تدرس طب؟ لا لا بس لا لا. طبعا. ليش؟ ما بشوف حل بأي تخصص ثاني يا يلا. والله لا انا لا بصراحه كنت حابب ادرس تاريخ بس ادرس الطب عشان الاهل. طبعا حبيبتي الكرك. بدرس طب؟ شو انا بدرس طب؟ صدق هو صديق خليه يرجع الزمن بالاول وان شاء الله خير. ترجع فيك الزمن تدرس طب؟ ليش يا اخوي؟ عشان شو؟ من وين حياك الله؟ من عمان انا بس ليش يرجع الزمن؟ ليش ادرس طب كمان مره؟ احنا خلينا نشوف مين هذا. شوف الشاب. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ الزمن تدرس طب؟ لا ما بتوقع. انا بدي احب اسلم على قرابتي في الدنمارك. اوكي خلاص. لا طبعا ما بدرس طب. ليش؟ بصراحه يعني لو اشتغلت رقاص احسن لي يعني بليله واحده بطلع حق الموازي. ممتاز. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ لا. ليه؟ بلم من نقط معه. بدرس اكيد بدرس طب. شو بدنا ندرس؟ ليش؟ لانه ما مزبوط غير هيك. نعم بدرس طب. مو بني ادم مو بني ادم. والله امور صعبه يعني. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ لا 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 اكيد لا 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 طبعا بدرس. لا ابدا. ليش؟ مهنه ممله. لا 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 هذول اولاد قرود. ليش؟ ايه مش السهل. لو رجع فيك الزمن تدرس طب؟ نعم. كان اجتماعية؟ نعم. برستيج؟ نعم. خدمة إنسانية؟ نعم. بنات؟ نعم. وكليرات؟ زي ما بدك. لا أكيد. ليش؟ تعب كثير ودمار للنفسية صراحة. طبعا. شيخ جامع؟ يعني اذا حكيت لا بكون كذابه، اذا حكيت بكون كذابه. انا واسف ان معي فرصه احول لاحول. لو رجع فيك الزمن لورا بتدرس طب؟ يو يو اي ستادي ميديسن مان.